رياض بخلاصة واحد سيد كان لاباس عليه، قلت به ليا، كان ولد عائلة شبعانة فلوس، ماتوا والديه معرفش يحافظ على فلوسه، باع كلشي، فرط في كلشي، بقات لي غير راضية بنته، ما قادرش يرضى بالواقع اللي كيعيش دابا. السلام عليكم. هالكل وانت واخد البنت، فين تعطيلت؟ بشويه عليها، راكي عارفه ترونسبور والطاكسيات. طاكسيات؟ ياك ما ركبتي البنت في طاكسي بيض؟ واش ركبها في طياره؟ كنقول لك ديما ما تركبيش بنتي في طاكسي بيض، كدير غير داكشي اللي بغيتي. وراه ماشي بنتك بوحدك. ولا نسيتي هي ماتك بنت عايشه؟ انا نسيت كلشي، يونس نساني في كلشي. شنو نقول لك؟ الله يرحم باك، ما تبقاي تغوتي عليا. نغوت من حقي. وما تغوتيش. ايه انا على تصدع هذا. خويا انت تحد ما هضر معاك، خليك بعيد، سمعتيني؟ الشريف راك تهضر مع مرتي. انا اللي غنقول لك واش ديال الكلمات، غتمشي دير ولادك وغتبعد على ولاد الناس، سمعتيني؟ نبدا نغوت وبنتك فرطتي فيها شحال هادي، وكون كنتي راجل ديال بصح تعطي النفقه ديالها اللي كتساكن شحال هادي. غتمشي بحالك ولا لا؟ شوف سير بحالك، كلمه واحده المره الجايه اللي بغيتي تشوف راضيه تتصور معايا انا. سير بحال نقولها لك وسير الله يعاونك. زيد انت قدامي. اوخ شحال صعيب يكون الحلم ديالك هو ترجع تعيش غير النص ولا الربع من داكشي اللي كنتي عايش فيه. بقى لي من ورث العائله محل صغير، داكشي اللي كيصور منه من النهار كيخسرو بالليل، ما كيخسروش بوحدو، كيخسرو مع اللي كيقصر وكيقمر معاه، صاحبه اللي كيسمع ليه ويشكي ليه،